الحروق هي من الإصابات الشائعة جدا، واللي كتير مننا في يومنا العادي بيتعرض لها. لكن اللي انتم متعرفوش ان في كتير من انواع الحروق، لكن اكثر الانواع شيوعا هي اللي بتبقى ناتجة عن التعرض لإشعة الشمس، بالاضافة اللي ممكن يحدث الحرق للتعرض لإشعة الشمس او الاشعاع او التيار الكهربائي، او حتى بسبب سوء استخدام بعض المواد الكيميائية اللي بتستخدم لإزالة الشعر، بيكون فيها مواد كيميائية عالية جدا وبتسبب حروق احيانا. وتصنف الحروق حسب درجة خطورتها، بحيث ان لكل درجة من الدرجات دي خصائصها الخارجية ومضاعفاتها. كل جرح فيهم بيبقى ليه طريقة مختلفة في العلاج. عندك مثلا حرق الدرجة الاولى، ده بيبقى اقل شدة. في الحالة دي بتحدث العدوى فقط في المنطقة او الطبقة الخارجية من الجلد اللي هي البشرة، وعادة ما بيكون الجلد مصاب باحمرار او منتفخ، ولكن لا توقع حدوث ضرر دائم في الحرق ده، وبيكون سريع في الشفاء. في نوع تاني هي حروق من الدرجة التانية، ودي عدوى بتصيب طبقتين من الجلد. لما بنتعرض للحرق ده عادة ما بيكون الجلد رطب وبتظهر بسوء. في بقى النوع الثالث، وده بيمتد الضرر الى ما وراء طبقات الجلد، بيأثر على الانسجة الموجودة تحت الجلد، بيكون الجلد خشن وشمعي بشكل عام، واحيانا خشن ممكن يؤدي ذلك الى اتلاف الالتهابات العصبية، فده بيحس معاه بوخز او تنميل في المنطقة دي. واخيرا الحرق من الدرجة الرابعة، وده طبعا الاكثر خطورة. لو تعرضنا لحروق من النوع ده بيصل الضرر الى طبقات عميقة جدا من الجلد، بيصل احيانا الى العضلات والاوتار والاربطة والاوعية الدموية والاعصاب والعظام. الجلد بيكون اسود او متفحم، بالاضافة ان هو بيسبب تلف الاعصاب، فالمريض بيحس بألم شديد جدا جدا. كريم فليمازين من الكريمات اللي بتعالج الفطريات والالتهابات اللي بتسببها البكتيريا لاحتوائه على مواد بتعمل على تثبيط نشاط البكتيريا، وكمان بتمنع تكاثرها. بيستخدم احيانا لعلاج حروق الدرجة التانية والدرجة التالتة، بيستخدم لمنع العدوى البكتيرية اثناء الحروق، في علاج التقرحات، علاج قرح القدم، بيتم استخدامه أحيانا لعلاج الكروح أو أطراف الأصابع. الجرعات عادة ما بيتم تحت إشراف طبيب متخصص عشان يحدد الجرعة اللي تناسبك على حسب نوع الجرح أو نوع الحرق. ينصح بعدم استخدام الكريم لأي شخص بيعاني من فرط الحساسية للمواد المدرجة في تركيبة الدواء. يستخدم الدواء بحظر شديد وتحت إشراف الطبيب أثناء الحمل أو الرضاعة، أو الأشخاص اللي بيعانوا من أمراض مزمنة زي الفشل الكلوي أو الكبدي أو أمراض السكر أو مرض الصرع. واخيرا ده رايي وتجربتي مع المنتج، اكتبوا لي كمان انتوا رايكم وتجربتكم معاه، وانصحكم طبعا بلاش نستعمله من تلقاء نفسنا، ونستعمله تحت اشراف صيدلي او طبيب متخصص، ونهتم بقراءه النشره الداخليه المرفقه مع المنتج او التعليمات لمعرفه طريقه استخدامه الصحيحه المناسبه لكل حاله.